بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. لقضاء الحوائج المستحيلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بأن من قرأ هذا الدعاء، لا نريد أن ندخل في مقدمات طويلة حول أهمية هذا الدعاء عند العلماء وندخل فيه مباشرة، فلقضاء الحوائج المستحيلة ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن تقرأ هذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أصلح لنا شأننا بما أصلحت به شأن عبادك الصالحين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اقض حاجتي ونفس كربتي وما نزل بي من حيرتي، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلي وآلهما وسلم تسليما كثيرا. هذا من الأدعية المجربة جدا 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 في قضاء الحوائج المستحيلة. يمكنك أن تقرأه بدءا كما يقول الشيخ البهائي من 5 مرات إلى 14 مرة إلى 90 مرة حسب القابلية وحسب التفاعل. فإذا شعرت في 5 مرة بأنك قد تفاعلت مع الدعاء وتشعر بأنك قد تفاءلت وتشعر بأن دعاءك قد استجاب، يكفي. فإن لم يكن 5 × 14 إلى 90 مرة، والأمر راجع إليك حتى تشعر بأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاك علامة الإجابة، تشعر بأن قلبك قد اطمأن وينزل الله سبحانه وتعالى عليهم سكينته، قلبك يسكن ويرتاح وتشعر براحة نفسية كبيرة وتشعر بأن حاجتك قد انقضت. وإلا استمر بقراءة هذا الدعاء المجرب لقضاء الحوائج المستحيلة 90 مرة، اللي هو 5 × 14 = 90 مرة بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء. وهذا الدعاء مختص في كل ما في بالك، حتى في الدراسة، في الامتحانات، في يعني المعاملات الرسمية في الدولة، للزواج، إلى الإصلاح ذات البين، إصلاح المتخاصمين، لدفع الحسد، للعين. هو مفيد لكل غرض، هو مفيد لكل غرض ولكل أمنية كبيرة في بالك ولكل حاجة ولكل مشكلة كبيرة لا سمح الله تحل سريعا. برنامج صباحات ولائية أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام، كذلك للمسجون، للمديون، للمريض، إلى غير ذلك. دعاء نافع سبحان الله، مجرب جدا جدا في كل ما تحب وتريد. لا تنسون من فضل دعواتكم خصوصا في صلاة الليل إن شاء الله تعالى.